صباح الخير عليكم مشاهدينا، ودلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي سعر البيع 19.23 والشراء 19.16. اليورو سعر البيع 19.23 والشراء 19.15. الجنيه الاسترليني سعر البيع 22.53 والشراء 22.43. أما الفرنك الفرنسي سعر البيع 19.87 والشراء 19.78. اليوان الصيني سعر البيع 2.78 والشراء 2.77. الريال السعودي سعر البيع 5.12 والشراء 5.10. دينار كويتي سعر البيع 62.43 والشراء 62.16. أخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع 5.23 والشراء 5.21. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، النهارده سجل عيار 18 في السوق 932 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1088 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1244 للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سعره 8664 جنيه. ودلوقتي عوده مره اخرى لباسانت ومصطفى. شكرا لك يا رامي.